ولا بد أيضا من أن تقول في سجودك سبحان ربي الأعلى، تسبح الله الأعلى، لأن هذه الحال التي أنت عليها في غاية ما يكون من السفل بالنسبة لك، لأنك تضع أعلى بدنك وأشرف بدنك في أي مكان؟ على الأرض مساويا للقدمين، مساويا للقدمين، فتتذكر بذلك علو الله عز وجل فتقول سبحان ربي الأعلى. شوف المناسبة في سبحان ربي الأعلى والمناسبة في سبحان ربي العظيم في الركوع. الركوع هيئة تدل على التعظيم، ولهذا حتى في عرفنا الآن إذا أراد أحد يعظم واحد ينحني له، وهذا لا يجوز، لكن هو يعتقد هذا تعظيما، وهو كذلك في مقام التعظيم في التكبير جعل الذكر المشروع فيه إيش؟ ماذا جعل الذكر المشروع في الركوع؟ سبحان ربي العظيم. في السجود جعل سبحان ربي الأعلى. ولا يجوز للإنسان أن يقرأ في حال الركوع والسجود، يحرم على الإنسان أن يقرأ القرآن وهو راكع أو ساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. القرآن تحرم قراءته؟ نعم، لأن العبادة ما هي؟ العبادة امتثال أمر الله. القرآن من أشرف الذكر، لكن في الركوع والسجود تنهى عن قراءته. قال الرسول عليه الصلاة والسلام فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. لكن قد تقول لي لو قلت وأنا ساجد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، هذا من القرآن ولا لا؟ وأنا قصد الدعاء يحرم ولا ما يحرم؟ لا يحرم هذا، لأنني ما قصدت القرآن، وإنما قصدت الدعاء بما جاء به القرآن. وفرق بين الأمرين